يجري عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أشعة اليوم للاطمئنان على إصابته، وتعرض السولية للإصابة أمس الجمعة في الشوط الأول من لقاء الترجي التونسي وغادر المباراة بسببها، حيث دفع الجهاز الفني بمحمد هاني على حسابه. وكان الجهاز الطبي للفريق أكد في تشخيصه المبدئي لإصابة اللاعب على أنها شد في العضلة الأمامية، على أن تحسم الأشعة بشكل رسمي برنامج تأهيل اللاعب وتحديد موعد عودته للمشاركة في المرحلة المقبلة. يطير عبد العزيز عبد الشافي المدير الرياضي بالنادي الأهلي وعضو لجنة الكرة، وسمير عدلي مدير العلاقات الخارجية إلى الإمارات يوم الثلاثاء المقبل، وذلك لإنهاء كافة الأمور المتعلقة برحلة بعثة الأهلي إلى دبي للمشاركة في مهرجان اعتزال حسام غالي قائد الفريق والمقرر له 11 من مايو الجاري أمام أياكس أمستردام الهولندية. وقال سمير عدلي إنه سيمكث في الإمارات 48 ساعة لإنهاء كافة الأمور المتعلقة ببعثة الأهلي في رحلتها إلى الإمارات، على أن يغادر إلى أوغندا يوم 10 من مايو الجاري لترتيب كافة الإجراءات الخاصة باستقبال بعثة الأهلي في كامبالا لخوض موقعة كامبالا سيتي الأوغندي يوم 15 من مايو الجاري في الجولة الثانية من منافسات دوري المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.